بكم. اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس باللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بالنزول الميداني إلى مختلف المناطق والمحاور برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي. وفي اللقاء استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة والأمن إلى شرح مفصل حول نتائج زيارتهم الميدانية وأوضاع القوات وجاهزيتها العالية لتنفيذ كافة المهام الموكلة بكل تفان وإخلاص. ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي القادة العسكريين والأمنيين أمام تطورات الأوضاع وإصلاحات المجلس الجارية لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة ومكافحة الإرهاب وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار. وأشاد الرئيس